بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. دقوا الطبول واقيموا الافراح، تشيلسي كسب وحكيم زياش نجم الماتش واشترى مدرك. بالصلاه على النبي باكج يخليك تعمل لايك وسبسكرايب وش يا اسطى لو انت تشيلساوي. بس بصراحه من اكتر الافكار اللي عجبتني النهارده فكره كونر جالاجر وحكيم زياش مع بعض. صراحه دي كانت فكره صايعه جدا من جرام بوتر. ليه فكره صايعه؟ لان حكيم زياش محتاج وراه واحد يعمل وجبات دفاعيه كويسه، ومحتاج وراه كمان باك محترم في الوجبات الدفاعيه. تريفو تشالوبا امنه الحته دي دفاعيا، وكمان لعيب زي كونر جالاجر امن له الحته دي في نص الملعب. في حكيم زياش طار بقى يا معلم، حكيم زياش طار وقدم عظمه النهارده. اي نعم، فكره تشاو ميكا ان هو يلعب سنة العاب، هو مش سنة العاب قوي، هو بيميل ناحيه الشمال مع عند بوس مونت، ومونت هو اللي بيميل هنا، يبقى سنة العاب تحت كاي هافرتز. حلوه الافكار، حلوه الافكار يا اسطى. المشكله مش في الافكار في تشيلسي، هي المشكله في تشيلسي في الاصابات وفي الزاد البشري. يعني المشكله في الاصابات، والمشكله كمان ان في صفقات جت معلمتش. الدليل مثلا ان احنا بدانا نشوف ان لويس هول بدا يلعب مكان ماركو كوريا، اغلى باك شمال في الدوري الانجليزي قاعد دكه لناشئ. انت متخيل الدنيا عامله ازاي في تشيلسي؟ غير طبعا تياجو سيلفا والصفقه الجديده باديشيلا. بصوا تشيلسي عمال يجيب لنا اسامي غريبه، يعني تشيكو ميكا وباديشيلا وبشير، واحد اسمه بشير واحد اسمه هاتشينسيتي. في شباب كتير موجودين في تشيلسي حلال، لدرجه ان انت تقول يا جدعان هم الفيل سكواد القديم اللي احنا عارفينه في الروبن لوفت شيك. الله، مين كل دول؟ هم الفيل انت تشيلسي اللي احنا عارفينها؟ فين بن شيرويل؟ فين ريس جيمس؟ بص يا اسطى، بن شيرويل وريس جيمس ودينيس زكريا وراحيم ستيرلينج ونجولو كانتي وويسلي فوفانا وكمان ارماندو بورخا، دول مصابين. ايه ده؟ طب انا سمعت ان هم اشتروا جواو كانسيلو. يا اسطى، ما هو جه لعب ماتش فولهام واتطرد واتوقف. عظمه على عظمه، يعني هم دلوقتي ربنا كرمهم واشتروا لعيب زي جواو كانسيلو علشان يعمل معاهم فرق هجومي. بس بصراحه عايز اقول لك حاجه، للامانه النهارده زياش خد نجم الماتش، عشان زياش هو اللي بيطلع بالفرقه لقدام، وده قلناه في ماتش مانشستر سيتي. قلنا ان حكيم زياش عنده شخصيه قويه جدا هجوميه، وشفنا الكلام ده النهارده. زياش نجم الماتش 8.1، شفنا كميه الكوره اللي حكيم زياش بيخش فيها في واحد على واحد، وحكيم زياش بيقدر ان هو يعدي واحد على واحد. حكيم زياش النهارده في مواجهات ارضيه كسب 11 من 19، يعني مباراه عظيمه جدا بالنسبه لحكيم زياش. حكيم زياش اللي انا قلت يا جدعان الراجل ده لو خد وقت هيبقى افضل بكتير من لعيبه موجوده في ملعب تشيلسي، وده اللي بدا يحصل. حكيم زياش لما بدا ياخد وقت بدا ان هو يكون من المؤثرين داخل الفريق، لان حكيم زياش بيمتلك مهارات فرديه عاليه جدا، وبيمتلك قوه شخصيه داخل الملعب عاليه، لكن يعيبه الحاله الدفاعيه. عشان كده اتكلمت معاك ان كونر جالاجر تحت حكيم زياش مميزه جدا. والناحيه الثانيه لو دورت برضو على الباك اللي وراه، تريفو تشالوبا برضو فكره مميزه، هتدي لزياش حريه هجوميه، وهتدي لزياش اريحيه ان هو ما يرجعش يدافع كتير، لان في حد في نص الملعب هيعمل الدور ده مكانه، وهو كونر جالاجر. وكمان جالاجر هيرجع يدافع مع تريفو تشالوبا اللي هو اصلا يعني راجل مساك، بس بيلعب باك يمين كده عشان ما نعملش انطلاقات. اللي هو بص، احنا هنا عندنا باك يمين هيفضل واقف مكانه، وكابتن لويس هول هيطلع يعمل وجبات هجوميه. ليه؟ عشان خاطر جورجينيو ما بيعملش وجبات هجوميه، وجورجينيو دايما هو اللي بيكون حاجز وصمام دفاعي لما بيكون موجود في نص ملعب تشيلسي. حلوه الافكار يا اسطى. قلت لك في اول الفيديو، القصه مش قصه افكار ولا قصه مدرب، القصه قصه اصابات، قصه سكواد نوعا ما محتاج يتفايم ومحتاج يتغير كده. يا اسطى، يعني السكواد بتاع تشيلسي في مشاكل. التاني ايه ده؟ ليفربول وتشيلسي السكواد بتاعه في مشاكل؟ يا اسطى انا راجل ما بفهمش حاجه، بس الجدول هو اللي بيقول ان ليفربول التاسع وتشيلسي العاشر، يبقى مفيش مشكله. صح، يبقى انت اللي صح اصلا، مفيش مشكله. بس بص يا صاحبي، هو موضوع السكواد في تشيلسي، هو تشيلسي بيصرف غلط. يعني موضوع ان تشيلسي بيصرف، لا، تشيلسي بيصرف غلط. يعني لما تتكلم النهارده على التغييرات بتاعت تشيلسي، هتلاقي ان تشيلسي نزل مين؟ نزل سيزر أزبيليكويتا وكاليدو كولبالي في دقيقه 87 ودقيقه 89، لما فريق كريستال بالاس بدا ان هو يكون خطير على مرمى كيبا اريزابالاجا، واحد من نجوم المباراه. كيبا اريزابالاجا واحد من نجوم اللقاء. فين مندي؟ لا يا اسطى، مندي مصاب بقاله فتره، غير ان مندي كان بيقعد دكه الفتره الاخيره لكيبا اريزابالاجا. شكلك مش متابع تشيلسي بقالك كتير، عشان كده بقول لك تشيلسي توماس توخيل ده محتاجين نركنه على جنب ونتفرج على تشيلسي الجديد بتاع جراهام بوتر. هتقولي انت فرحان وهم في المركز العاشر، هقول لك ما هو تشيلسي بتاع توماس توخيل غير تشيلسي بتاع جراهام بوتر. انا لسه قايل لك تشيلسي بتاع توماس توخيل ما ينفعش انك تكون فرحان ان هو كسبان ولسه في المركز العاشر. هو دخل على ماتش قمه مع ليفربول اللي هو بالمناسبه فوقه في المركز التاسع. كاليلو كولوبالي وسيزر أزبيليكويتا برضو الاثنين بيعملوا دور المساك. كوفاتيتش نزل مكان حكيم زياش
في الدقيقه 89 علشان خاطر حرفيا خلاص احنا مطالبين ان احنا نعمل وجبات دفاعيه ومطالبين ان احنا نقف نعمل شكل دفاعي قدام فريق مضطر ان هو يهاجمنا وعنده لعيبه زي ويلفريد زاها وعنده لعيب زي وليز وعنده لعيبه يقدر ان هم يسجلوا اهداف. وطبعا نزل بير امريك اوباميانج مكان شوكوميكا يعني شوكوميكا. وطبعا اوباميانج الله يبارك له يعني كده كده وجوده زي عدمه فمش فارقه كتير. بس انا بصراحه عجبني فشخ الاسيست بتاع زاتش، لا والاسيست والعرضيه لكاي هافرتس. وكاي هافرتس اخيرا بدانا نستفيد من طوله اللي هو يا من السنه اللي فاتت كنت بقول لك ان كاي هافرتس ده مميز هجوميا عشان موضوع طوله ده، ويا يا جدع ربنا كرمنا دلوقتي وكاي هافرتس بيجيب جون بدماغه يخلص الماتش. وعلى فكره كاي هافرتس من اكتر اللعيبه البارده جدا امام المرمى، او زمان كانت بارده قدام المرمى كانت بتسجل بسهوله، انما كاي هافرتس مش عارف حاله اتغير زي حال خط هجوم تشيلسي اللي موسم مونت مره واحده كده من افضل لعيبه الفريق، لان المستوى راح في الجلاش حرفيا. فتشيلسي النهارده فوز كويس، وانا بصراحه من اكتر الحاجات اللي مبسوط ليها هي عوده حكيم زياش صراحه، يعني عشان حكيم زياش يستحق ان هو ياخد وقت في منظومه تشيلسي اللي بتتعاد بناءها من اول وجديد. انا بالنسبه لي شايف ان تشيلسي بيعيد بناء نفسه من اول وجديد، وشايف ان حكيم زياش وجوده مهم جدا في منظومه تشيلسي اللي لسه بيتم اعاده بنائها. اما بالنسبه للعيبه زي كوفاتيتش انا كنت بحبها جدا في تشيلسي، وشايف ان الراجل ده من اكتر اللعيبه الاندر ريتد في عالم كره القدم في نص الملعب في العالم. فمعلش يا كوفر يعني احنا محتاجين حد يدافع كتير، يعني محتاجين حد امام الناس اللي بتمسك الكره، نخليهم ماتش ليفربول يمكن ربنا يكرمهم ويقدروا يعملوا حاجه. ماتش ليفربول مباراه قويه، مش مباراه قويه قوي بالنسبه لتشيلسي، بس اهم حاجه ان تشيلسي يرجع لطريق الانتصارات تاني قبل الديربي او قبل المباراه المهمه جدا مع ليفربول. ديربي ده واحد من لندن واحد من ليفربول، يلا عادي ولا يهمك اصلا انت لو وصلت المرحله دي. فعايز اقول لك سر هذا الشخص هو نايف فكراد، يعني لعيب مغربي برضو موجود معانا، بس انت مش هتشوفه عشان خاطر السيلفي بتاع زيدان البال وحنبقى على المجبري. لو شفته يبقى انت برنس يا اسطى، اما لو عجبك الفيديو وعملت لايك وسبسكرايب فعادي يا اسطى ولا يهمك يا اسطى صاحبي وانتي ما عملتش حاجه برضه يا اسطى عادي ولا يهمك. المهم ان ربنا كرم تشيلسي وقدر ان هو يرجع لسكه الانتصارات.